مرحبا حبايب قلبي، شلونكم؟ طمنونا عنكم، شخباركم؟ اليوم حابين نتغدى اليوم سمك. عنا هنا سمك مشان نسوي بالفرن، دا هين نظفناه زين كله، يعني بس ما شاء الله، يعني هو قلبه احمر جديد ما شاء الله عليكم. نظفناه هنا، عنا بزرة ثقيل معنا احلات ما شاء الله علينا، يعني تازة. تعرفون انتم، هنا عنا شوية زيت، هنا عنا ليمون وحر، وين البهارات؟ عنا كزبرة، عنا فليفلة، عنا ورقتين غار، عنا ملح، عنا زنجبيل، وهنا ثوم. وان شاء الله اليوم تعجبكم، اليوم غدانا سمك وتعجبكم ان شاء الله طبختنا اليوم للسمك. شلون بدنا نسويها حبايب قلبي؟ يعني نبلش الحسوة، بدنا شوية تعرف نجرحها شوي، نجرحنا شوي مشان نحط بهنا التبلة، مشان نشرب التبلة. ايوه، يسعد مساكم يا صبايا شباب، معاكم ابو يوسف. قاعد اساعد ام يوسف اليوم بالطبخة، يعني هلا مرافقي بالتصوير مشان اجرحها، مشان تشرب التبلة. يعني التبلة ناخذين على طول، لانه شنو ماني رايد اجرحها ايش بالحيل. ليش على الطرفين ما ولا على الطرف واحد؟ اكيد على الطرفين، شايفين هنا هاي سويناها، هاي انت ما بالحيل يعني شاطر. احنا ما نعرف بالسمك انواعه، عشان قلنا لكم شنو نوعه، يعني ما نعرف يا على طول اجيب النوع هذا يعني للشوي، يعني شوي بالفرن، يعني مو شوي عادي، يعني بالشوي بالفرن اخلطهم مع بعضهم زين كرمال نتبلها، نقطة زيت مشان الزيت عادي، يعني مو زيت ابيض، يعني زيت ابيض زيت الغلي العادي، خلطها ونتبلهن عاد مع بعضهم سوا. ان شاء الله ان شاء الله تعجبكم هالطريقة. هاي يقولوا لها سمكة حر، يعني الشوي هاي يقولوا سمكة حر. نحشيها شوي دقيقة. هاي تتبيل السمك بس هذا هو ولا شيء ثاني؟ نحط انه في انواع بعدة طرق يعني، ولا بس طريقه واحده؟ في بهار السمك بس انا ماني حاطه، افضل احط هيك. نحشيها ابدا الوقت يا يوسف ولا؟ اي يعني خلين احسن، يعني شي ساعه، يعني بس تبلينها بدها ساعه التتبيله. ايوه شي ساعه مشان تشرب تتبيلتها وتحطينها برياح، يعني حطيناها بالفرن بيكون شربانة سمك. واي طبخه بدكم اياها قولوا لنا عنها، اذا قدرنا ان شاء الله يعني قدرنا نسوي لكم اياها، يعني الوضع مأساوي ما تاخذونا، يعني تعرف الوضع شلون صاير، يعني وهنقدر عليه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله نقدر عليه، ما ننسى حدا بهالشغلات هاي. وحبايب قلبي يعني احنا تعرفون، يعني هاي كل الطرائق، هيش كل مين زاد هو بطريقته شلون يسويها. هاي اهو بدنا نحط مشان لانها سمكة حرة. سمكة حر، يعني اسمها سمكة حر، تحط قلبها حر يعني. ايوه بدك تحط بيها حر، عشان بدك تحط بيها حر، انها سمكة حر، هي بدها تشرب شلون حر. هي شال حس تشرب، شوفوا مش تشربها حرارة الفليف هاي حارة بالحيل بالحيل. هو اللي ما يحب حارة اكيد ما راح يحط حارة بالحيل، يحط يعني شيء منه يعني اكيد يعني. ها طهيش تحط بيها هاي، تحط عليها زيت شو حامض؟ حامض ايه بقلبها يعني. ايه بدك تحط حامض، شايف حامض وورقة غار، تطلع ريحتها بتجنن. هاي بدنا خياط او شيء او يلا نهيش يا ام يوسف؟ لا شو هي، تعال نسال، انا ما اعرف يعني بالزياده، بس كنا منش نستفيد يعني بالنهايه يعني. بس شو علي شوفها هيش يا بيش، اشرب الحراره ما تنضاق. اليوم ابو يوسف بده يحرحر بيها بالحين. يعني بدك تنتقمين مني؟ ما هي سمكه حر، وانت تحب
هي احب الحر اي عادي الشوي تحب الشوي اي هيك باذن الله اتمنى انه حدا يجرب هالطريقه ويذوقها ويعطينا رايه بيها هاي الصينيه لازم شويه زيت شويه زيت عشان تاخذ هو نفس الزيت الابيض يعني نفس الزيت الابيض ايوه شحيتينا يا ام يوسف تفضلوا يا شباب احد بس يصير نعزمكم تفضلوا معانا ام يوسف والله شيخة الطبيخات تعرف كل الطبخ يعني انا علمتني شيء علمتني من تعرفها بس تعرفون يعني النسوان غير يا اخي هاي صارت جاهزة يعني ايوه بدها عاد بس بالفرن طلعنا بالفرن شقد تحطينها عم يوسف بدي الواحد يستنى هاي ولا شقد يعني هذا شوي كبار بدهم يعني شي نص ساعة نص ساعة شي نص ساعة ورد الواحد يقلبهن يعني انا مشان يستفسرون المشاهدين يعني تعرفون كل شغلة يعني اكيد ليش لاني حطيت جواهن ورق سنتة بدي يشقر من فوق وارجع اقلبهن زاد يكون يشقر من جوا خلاص ما يلزقن انا حطيت لها الورق السند ده مشان ما يلزقن مشان تقلبين من برياحتك يعني تقدري تحطين زيت بقات الصينيه وتسوينها بس لا هيك اضبط مشان ما تلزق وتعذبك لانه انا جربتها بطريقه هاي وعذبتني والله بس عاد فضلت انه اسوي هيك مشان ما تعذبني المهم البزره هاي يعني سمك صغار هو منظف جاهز هذا يعني تقدر تجيبه من السوق تقدر تنظفه انت يعني على كيفك بفضل الحبايب يسوونه يعني يجيبنه منظف لانه صعب تنظيفه بس علاش تنظفينه تنظيف عادي نفس التبله يعني تحطي لها نفس التبله بين يعني كمتين بالنص بين هاي وبين هاي بين هاي وهاي احنا حاطين طبعا اكيد الملح وهني كله مع بعضه ما تحتاجين ترجعي تحطين ملح يا بنات جهزنا للسردين جهزنا الطحين هنا جهزنا السردين هنا عدنا نغرينا وجبة بطاطا كل ما تعرفين يعني جنبه بطاطا وحنا ان شاء الله اليوم قدم يوسف يعجبك هاي جنب السمكات البطاطا هلا حتشوفوا شلون تطلع الطبخه يا شباب يا صبايا احلى بطاطا جنب السمكات عبس نخلص شوفونهن السمك هذا شو بده يسوي به يوسف هذا حز بس نخلص غلي البطاطا ان شاء الله نبلش عاد نجهز للسمك السمك اللي سويناه جهز الحمد لله بالفرن بس خلينا عاد نخلص وجهزنا الزلطه وجهزنا كل شيء وان شاء الله الحظ يعجبك سفره ام يوسف وظل تابعني وحط لي لايكات وتعرف ما تنسني زاد بالتعليقات الحلوه وما تنسون تشتركون معنا بالقناه وان شاء الله محتوى ام يوسف منين وهيك يعجب الجميع يعرف هنا سويت عنا البطاطا ننزلها تعال نبلش اطيب انا احب ابدا المشاكيش حطينا محارم مشان يشرب الزيت المحارم تشرب الزيت لا منو يستقيه الزيت واحد بلا ما طلع الشغلة الجد عاد ها عالطحين
هن مشان كرمال ما يظل ملزقات تظل كل حبة لحالها. يعني كل واحد له طريقته اكيد في كل واحد يعني بس هذا سمك صغار هو مشكلته يظل يعذب يعني يعجن زاد يعجن بس ما تحطينه هيك ويسوي عجن على بعضه اي بدك اجباري فكتينه وبطحين نرجع ترجع تحطين سخرين العاد ايوه مشان ينزل شوي زياده الطحين ينزل شغل هو يعذب هو مش حاول قد ما نقدر ما نطول الفيديو يعني شايفات خلينا مطحين زين 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 هالحاجة عادل نرجيك الحين حامي كرمال استني عليه شوية عشان ياخذ بس يشد شوي عشان ما ينكبر هو ما يطول دغري يستوي يا صغير يعني يمكن دقيقتين يكون مستوي ايه هو غليتو بس مشان يتكرمش يعني انا ما راح ألغيكم التصوير تشوفون بس يعني تين هنا يا رب.